سلام سلام حبيباتي، كراكم دايرين؟ ان شاء الله يا ربي قاعد تكونوا غايا نتوما تشوفوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم زينات، مرحبا بكامل اللي تحقوا قناتي عن جديد. نقول لهم مرحبا بكم، واللي عجبها محتوى القناه ما عليها غير تخلينا اشتراك في القناه بتفعيل الجرس وشامل هذا الفيديو. قبل ما نبدا بوصفه اليوم نقول لكم صلوا على خير الانام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نروحوا مباشره لوصفه اليوم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه نقولوا بسم الله. كما راكم تشوفوا حبوباتي، بالنسبه للمقادير واش راح نحتاجو؟ عندي هنايا بيان سور الفرينه. الفرينه غادي نحتاجو 2 كيسان ونص نتاع فرينه، حنغربلوها مع بعض. عندي زوج حبات نتاع بيض. هنا الا كان حجم البيض تاعكم كبير ديروا حبه برك، والا كان صغير ديروا زوج حبات نتاع بيض. وعندي كاس غير ربع نتاع زيت، عندي كاس غير ربع تاع حليب، وكاس غير ربع نتاع سكر، ممكن ديروا كاس بما انه غادي نديروا الكريمه بحلوه. الوغ نسيو نقصوا شويه في الحلاوه. عندي زوج تاع لا ليفيغ شيميك اللي هي الفرفاره. هذو هما فقط المكونات اللي غادي نحتاجوهم. نروحوا حبوباتي مباشره للطريقه. اول حاجه نديرو في وعاء، نحطو البيض تاعنا، لازم يكون بدرجه حراره الغرفه. هنا بعد ما نحطو البيض تاعنا نزيدو قرصه الملح. البنات تعرفوا بزاف ضروريه للكيك تاعنا. نخلطو هذاك البيض تاعنا. هنا ممكن تستخدمي الباتر تطلعي به هذاك البيض تاعك، كيما ممكن غير بالفوي كيما راكم تشوفوا. هنا غادي نزيد كاس غير ربع نتاع السكر. كيما قلت لكم الحلاوه تاع الكيك تاعكم تبقى حسب الرغبه تاع كل وحده فيكم. انا هنا غادي نخلطه مليح مليح حتى يبيض لي هذاك الخليط، ونحسوا باللي هذاك السكر بدا يذوب معانا. هكا نكملوا باقي الطريقه. هنا حبوباتي كيما راكم تشوفوا، بعد ما تحسوه بدا يبيض لكم هذاك الخليط تاعكم، رايحه نبقى نزيدو في الزيت تاعنا هكا غير بالتدريج البنات مع التحريك المستمر. ولازم تتاكدوا باللي هاد المكونات كامل راهم اندمجوا مع بعض، هذاك هي باش ينجح معكم هذا الكيك بكل سهوله. هكذا راح نكمل كامل هذيك الكميه. هنا درتها على ثلاث مرات، على ثلاث دفعات. هكا غادي نكمل البنات نخلطها مليح. هنا البنات كيما راكم تشوفوا، بعد ما يبدا يبيض لكم هذاك الخليط غادي نزيد شويه نتاع عطر البرتقال. هنا ممكن البنات هذا لاروم نتاع التشينا، ممكن تستغناو عليه البنات وديروا لافاني عادي جدا، هي يبقى حسب الذوق تاع كل وحده فيكم. ممكن انك تضيفيه كيما ممكن تغني عليه. هذا حبوباتي درك نبدا نزيد في الحليب تاعي. الحليب تاني قلت لكم كاس غير ربع. هذاك ذوق البرتقال، ما ديروش بزاف باش ما يعطيكمش هذيك لا كولور تجي فونسي بزاف، ماذا بيكم باش تعطيكم لا كولور تجي كلير احسن في الكيكه تاعكم. هنا حبوباتي كيما راكم تشوفوا مزجت كامل هذيك المكونات. الان في هذه المرحله البنات غادي نحتاجوا المصفات من هذا الكاس الاول نتاع الفرينه تاعنا البنات. رايحه نحطو هكا كاس، والفرينه كل وحده والنوعيه اللي تخدم بها. كاين النوعيه البنات اللي يجي تشرب، وكاين اللي لا. هنايا راح ندير وحده تاع لا ليفيغ شيميك اللي هي الفرفاره، راح نزيد الثانيه ايضا. هذا الكاس الاول البنات كما راكم تشوفوا، راح نغربلوه مليح مليح هكا البنات بهذه الطريقه. هنايا لازم تخلطي تخلطوا مليح مليح هكا باش ما ديرلكمش هذيك الفرينه هذوك الحبيبات، والكيكة تاعكم ما تجيكمش مليحة. هكذا بهذه الطريقة. رايحة نزيدو الآن الكاس الثاني، حنزيدها معكم. هذا الكاس الثاني البنات نصفوه. انتوما هنا من الأحسن تزيدو غير بالشوية، زيدو على الدفعات أحسن من انكم تزيدوا هكا دفعه واحده، خاصه المبتدئات البنات. هذه هي نبقى نخلط فيهم حتى يندمجوا لي.
هنا حبوبتي راني درت زوج كيسان ونص نتاع فرينه، هاي بقات لي هذه الكميه، جاتني زوج كيسان ونص. لازم البنات كي ترفدوها بالفوي هكا لاباط تاعكم ما تبقاش تتقطع لكم، وفي نفس الوقت كيما راكم تشوفوا كي تكتبوا يبقى هذاك يطول باش يروح لكم هذاك الكتبات تاعكم. هذا هو البنات القوام اللي تحصلوا عليه. هذه واش راح نديروا؟ نروحوا نجيبوا المول اللي غادي نخدموا نحطوا فيه هذه الكيكه تاعنا. هنا حبوبتي المول تاعنا بعد ما مسحناه بالزيت ولا بالزبده ورشوه مليح بالفرينه هكا باش ما يلصق لكمش، كما ممكن ديروا بابي كويسون هكا باش تضمنوا انه ما يلصق لكمش. نروحوا نجيبوا هذاك الكيك اللي خدمناه مع بعض ونكبوه كامل هنا هكا في هذا المول. البنات القطره تاع هذا المول راه كما قلت لكم القطره تاع هذا المول راه 26 سنتيم، كاين الكبير تاع 30، كاين تاع 24، كل وحده وتشري اللي يناسبها. الا شريتيه كبير نفس المقادير تاع 28 ديروهم فيه، الا شريتيه صغير رايحه تنقصي من المقادير اللي درناها مع بعض. البنات هنايا بعد ما راني كبيتو واش غادي ندير؟ نديره في الفوغ تاعي بعد ما راني درته ديجا يسخن مقبل، نخليه البنات يطيب لي من تحت بيان سور كيما العاده، ندخلو كيغدون نخرجوه نشوفو نشفنا نشعلو له من فوق يدي هذاك اللون الذهبي ونرجع معكم. بالنسبه للكريمه حبوباتي اش غادي نحتاجو فيها؟ عندي كاس تاع عصير برتقال طبيعي البنات، كان عندي تشينا وصرتها. كيما ممكن ديري حليب وتعوضي عصير البرتقال بالحليب وتزيدي عطر البرتقال، هذه بالنسبه اللي ما تكونش متوفر عندها البرتقال. عندي 3 ملاعق هنايا، عندي 2 مغارف ونص تقريبا 3 تاع سكر، عندي 2 ملاعق معمرين غايه كبار نتاع نشا اللي هي مايزينا. الا كان عندك لا كريم باتيسير متوفره جاهزه ممكن تخدمي بها وتستغني على النشا وعلى السكر. نروحوا البنات دروك للطريقه مباشره. هنا البنات في كاسخول نحطو هذيك الكاس تاع عصير البرتقال كامل، راح نزيدو معاه هذاك الكميه تاع السكر. هنا السكر الا بغيتو حلاوه ناقصه نقصو السكر، الا بغيتوها زايده ضعفوا هذه الكميه تاع السكر، وهي بهذه تجي روعه، بهذه الكميه تجي ولا اروع. هنايا غادي نزيد هذيك النشا اللي هي المايزينا. هنا البنات راح نخلطوهم كامل بارد في بارد، هذاك النشا وهذاك السكر مع بعض. هنايا لازم هذه المرحله لازم تخلطوهم مليح باش من بعد كينا ما ديرلكمش هذه النشا هذيك الحبيبات في الكريمه تاعكم كيما راكم تشوفوا. هنا بعد ما دمجتهم راني زدت كميه من عطر البرتقال باش يعطيني هذاك لاكولا. البنات هنايا شرو لاغوم هذاك اللي تعمروه عند اللي يبيع لوازم الحلويات، فيه الذوق وفيه اللون في نفس الوقت هكا باش يعطيكم هذيك لاكولا، تجي بزاف شابه هذيك الاورانج في الكريمه تاعكم. دروك اش غادي ندير البنات؟ هنا بعد ما راني خلطتها مليح مليح غادي نديرها فوق النار مع التحريك المستمر حتى تتقال لنا هذيك الكريمه ونرجع معكم. بسي بعد ما راه تقالت لي الكريمه شوفوا نتحصلوا على هذا القوام، لازم تكون شويه متماسكه كما راكم تشوفوا، هذا هو اللون تاعها. هنايا راها حاميه ما يشتبه لكم مليح، لكن جا اللون لون البرتقال. هذه هي البنات غادي نخلوها هنا تبرد، نروحوا نجيبوا الكيكه تاعنا هكا نزينوها مع بعض. بنتي كما راكم تشوفوا هاي الكيكه تاعي بعد ما راها وجدت لي، وهاي الكريمه تاعي البنات راها واجده معنا، رايحه نزينها تزيين بسيط ونرجع معكم. هذو فقط تاع الفرينه اللي قلعنا كما راكم تشوفوا وما لصقت لناش ثاني كامل في المول بعد ما درنا الفرينه. هنا انا غادي نزينها ونرجع معكم حبوباتي، نشوفوها في اخر الفيديو. حبوباتي كما راكم تشوفوا وصلنا نهايه لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، كانت هديه الكيكه اللي راني شاركتها معكم. هنا كما راكم تشوفوا زيدها بهذيك الكريمه وزدت زينتها بهذا البرتقالات البنات، تزيين جد جد بسيط والتزيين يبقى اختياري حسب الرغبه تاع كل وحده فيكم. هنا زدت لها شويه تاع كان عندي هنايا جوز الهند وهادو لي سيغيز. هنايا التزيين يبقى اختياري وانتي زيني عفوا اي حاجه تكون متوفر عندك كيما راكم تشوفوا البنات. واش راح ندير؟ راح نقسم هكا باش نوري لكم كيفاش جات هذه الكيكه تاعنا كيما راكم تشوفوا، اكيد راح نوري لكم كيفاش تجي. هنايا صراحه ما خليتهاش بردت بزاف الكريمه تاعي، نتوما من الاحسن البنات خلوها تبرد. شوفوا القوام تاعها البنات جا ولا اروع، ان شاء الله برك تجربوها واكيد راح تعجبكم البنات. هنا كيما راكم تشوفوا حبوباتي هذا هو القوام تاعها البنات، تجي اروع ان شاء الله برك تجربوها. ها هو القوام البنات،
جات ولا اروع. ان شاء الله تجربوها البنات. وحتى الكيكه تاعنا تجي بزاف بزاف حشيشه البنات كما راكم تشوفوا. ها هي كما شفتوا معنا البنات. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاعنا اليوم. الا عجبتكم ما تبخلوش علينا بجام ابوني لاشين باش دائما يوصلكم كل ما هو جديد البنات. كانت هذه هي كيكه اليوم اللي جربتها معكم. قال لي غير استودعكم الله، نقول لكم الى فيديو اخر. سلام.